باسم الأب والابن والروح القدس الواحد أمين. في شهر نوفمبر وشهر ديسمبر حسب برنامج الاجتماع نتكلم على أنواع ونماذج من الخدمة، والخدمة هي موضوع السنة دي كلها. النهاردة موضوع جميل، أول نموذج من نماذج الخدمة خدمة الأرامل، خدمة مباركة جدا. سألت الأخت أمال هي مسؤولة على تنظيم الكلمات، قلت لها احنا هندرس خدمة الأيتام ولا لا؟ قالت لي لا ماما ايه مش هندرسها، بس الحمد لله ان من يخدم الأرملة فهو يخدم اليتيم في نفس الوقت، لأن كل أرملة أولادها بأم يتماء، ويتماء على الأقل يتيم ايه الأب. اليتيم يا إما يتيم أب وأم، يا إما يتيم أب يا إما يتيم أم. خدمة مباركة جدا جدا، من يخدم الأرملة ياخد بركتين، ياخد بركة خدمة الأرملة وبركة خدمة اليتيم. معنا النهاردة أخونا المبارك عمو خيري جريس يكلمنا على أول نوع من أنواع الخدمة، خدمة الأرامل. الرب الروح القدس يتكلم عن فمه ويعطيه النعمة ويعطينا إحنا الفهم ونستفيد من الكلمة النهاردة. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. قبل ما نتكلم عن خدمة الأرملة عايزين نتكلم عن العطايا اللي الله أعطاها لينا عشان نقدر نخدم ونتمم مشيئته على الأرض. فأول شيء الله أدهلنا أدانا خيرات كثيرة ونعم كثيرة، وقال وصى وصيتين زي ما أبونا قال إن احنا نخدم الأرملة ونخدم الأطفال الصغار اللي ليس لهم أحد يعنهم. وعشان نقدر نخدم الناس دول لازم يكون عندنا العمق الروحي بتاع الله، وزي ما الله ادانا ندي. هنشوف ازاي الله ادانا حاجات كتير قوي. الله خلقنا وحط الانسان في جنة واداله كل الوسائل، وبعدين الانسان اخطأ، الله برضو ما سابوش واستمر معاه وسابه، وبعدين ادانا خيرات كتير واوصانا وصية المقابل هذه الخيرات عايزكم تخدموا الأرملة واليتيم. وبالذات الله بيطلب ان احنا نخدم الأرملة واليتيم كمثال للخدمة، اولا لحاجتين، لان الأرملة واليتيم ما لهمش حد يعينهم، الأرملة بلا زوج بلا حد يدبر حياتها، اليتيم فاقد أبويه وعايش محتاج للخدمة. فالله أوصانا بهذه الخدمة وقال لما نقدر نخدم دول يبقى إحنا بنتمم مشيئة الله على الأرض. فالأرملة واليتيم كمان الله حطهم كمثال للخدمة اللي إحنا نقدمها للناس، مش بس الأرملة واليتيم ولكن الناس اللي زيهم. في ناس كتير تعبانة، ناس ليس لها أحد يعولها، فهم في نفس الكاتيجوري، ولكن ربنا بيحط لنا صورة كده عشان يبقى واضحة قدامنا. الله
ادى نعم كتيرة للإنسان وخلق الكون، وزي ما بيقول الكتاب كان الإنسان مسرة في قلب الله قبل ما يخلقه، يعني في الفكر كده، إذا كنا نقول إن الله ليه الفكر زينا، فكان فكر خلق الإنسان مسرة في قلب الله قبل ما الإنسان يخلقه. وده بيورينا محبة الله القوية الكبيرة للإنسان، وخلق كل حاجة، الأرض والكون وكل حاجة من أجل الإنسان، وحط الإنسان في جنة، في جنة عدن، في مكان كله سلام ومحبة وفرح وكل حاجة، وقال له إيه؟ يعني عيش وتمتع. وفي نفس الوقت قال له إيه؟ قال له أنا أوصيك زي ما نديتك كل شيء، أوصيك بالأرملة وأوصيك باليتيم. وزي ما قلنا ليه الأرملة واليتيم؟ لأن الأرملة ملهاش حد يعولها، واليتيم ما عندوش حد يعوله. فدول مثال للناس اللي ممكن نساعدهم، زي الأرملة واليتيم اللي ليس لهم أحد يعنهم أو يساعدهم. فنشوف إن ربنا إدانا عطايا كتير جدا، وكان كريم جدا مع الإنسان. يعني أول ما خلق آدم وحواء وحطهم في جنة في الفردوس، كان مكان جميل جدا فيه كل الراحة، ولكن مع كل هذا الله برضو محبة الله ما سبهمش، يقول لك كان في هبوب ريح الصباح يسمع آدم وحواء أقدام الله جاي عشان يقعد معاهم، يأنسهم يونسهم يباركهم يعيش معاهم. فالله أعطى للإنسان كل شيء، ومقابل هذا بيقول له أنا بدام اديتك كل الحاجات دي والنعم دي، عايزك إنك أنت تعمل حاجة زي ما أنا بعملها، عايزك تشوف الإنسان المحتاج، الأرملة اليتيم، دول ناس محتاجين ليس لهم عون. الأرملة من غير زوج، اليتيم من غير أب ومن غير أم، فدول محتاجين رعاية وعناية. فأنت زي ما أنا عنتك، وحنشوف دلوقتي ربنا ادانا إيه، فبيقول زي ما أنا اديتكم ادوا لإخواتكم، وعولوا المحتاج اللي زي الأرملة واليتيم والغريب وإلى آخر. الله ادانا غير الخيرات الأرضية، ادانا الخلاص، لأن آدم وحواء أخطأوا، ولما أخطأوا كسروا الوصية، كان الحكم عليهم إيه؟ موتا تموتوا. ولكن محبة الله الكبيرة قالت إيه؟ أنا لازم أخلص آدم وأديله فرصة تانية يحيى. وفعلا الله خلص آدم واداله حياة تانية، وقال له شوف أنا عملت معاك إيه يا آدم أو يا بني البشر، اديتكم كل حاجة، محبة وحنان وعطف وخدمة ورعاية وكل شيء، اللي أنا بطلبه منكم زي ما أنا عملت معاكم تعملوا معي مع إخواتكم، إخواتكم المحتاجين، إخواتكم التعبانين، الأرملة واليتيم ومن يشابههم في ده. يعني مش بس الأرملة واليتيم، في ناس ملهاش حد بظروف، ملهاش حد يعنها، في ناس ظروفها الصحية أو العقلانية أو الحاجة محتاجة خدمة، فربنا بيطلب يقول زي ما أنا اديتكم واديتكم ببركة كبيرة، أنتوا كمان رسالتكم أنكم تخدموا أخواتكم بنفس الطريقة. ودي الخدمة اللي ربنا هيحاسبنا عليها. قبل ما يحاسبني على أي حاجة هيحاسبني، هيقول لي هل أنت احتنيت بإخواتك الضعفاء
اللي زي الأرملة وزي اليتيم وزي الناس المحتاجين ولا لا؟ فإحنا محتاجين إن إحنا زي ما الله ادينا، وحنشوف يعني مثلا الله ادانا ايه؟ ادانا كل حاجة، ادانا خيرات كتيرة على الأرض، وبعدين ادانا جسده ودمه إن إحنا بناخده في المناولة في الكنيسة، وادانا رعاية وادانا حماية وادانا ملائكة تحرسنا وتحافظ علينا. كل هذا الله بيقول أنا اديتكم كل الحاجات دي، ما مقابل هذا عايزكم أنتوا كمان تخدموا أخواتكم زي ما أنا خدمتكم تخدموا أخواتكم، عشان المحبة تنتقل. لما أنا بخدم واحد أنا مش بخدمه، أنا بديله محبة الله، بديله نعمة ربنا، بخلي قلبه بدل ما يتقسى على الناس الآخرين لأنه هو ما عندوش وهم عندهم، يحس إن نعمة الله بتشتغل في الناس، حتى اللي ما يعرفوش بيقدر يساعده ويحسن إليه. فدي نعمة كبيرة ربنا طالب مننا إن احنا نعملها، إن احنا نساعد. وده الموضوع بتاعنا، إن الإنسان المسيحي زي ما هو بياخد، ولكن مطلوب إن احنا ندي. فإحنا مطلوب إن احنا ندي ونخدم، نخدم الناس المحتاجة، الناس التعبانة، أخدم الإنسان اليتيم اللي ملوش حد، أخدم الأرملة اللي ليس لها عون، أخدم من يماثلهم. في ناس كتير ملهاش حد، ناس عندها مشاكل كتير، ولكن الله بيقول زي ما نديتكم وديتكم بسخاء وديتكم الأسرار المقدسة وديتكم خيرات كتير، عايزكم أنتوا رسالتكم أنكم تاخدوا بالكم من إخواتكم وأولادكم. وبهذا إذا إحنا عملنا كده بنتمم مشيئة الله على الأرض زي ما الله عايز ينفذ مشيئته على الأرض، إحنا بننفذها. ولازم نعمل، لازم نعمل عشان نساعد الناس دول. والله بيقول إيه؟ إن أنا السيد المسيح بيقول أنا أعمل وأبي يعمل حتى الآن. الله لما زي ما قلنا لما خلق آدم وحواء حطهم في الفردوس ما سافهمش، كان بيروح برضو يخدمهم ويقعد معاهم ويكلمهم. السيد المسيح نزل على الأرض، تجسد الله في في في, في جسد إنسان عشان يموت عننا ويخلصنا ويدينا حياة جديدة. ولكن في نفس الوقت الكتاب يقول إيه؟ كان السيد المسيح يقول يفعل خيرا، يعني طول ما هو ماشي في كل حتة بيعمل خير، يعني مش بس هو مهتم إنه يجي يتمم موت الصليب والفداء، ولكن كان بيدي كمان محبة وخدمة للناس. فإحنا مطلوب مننا بقى زي ما بناخد، يعني مثلا الله ادانا إيه؟ ادانا جسده ودمه على المذبح، بنيجي ناخد جسد المسيح ودمه، بيدينا خيرات كتيرة، بيدينا عطايا كتيرة. ومقابل هذا بيقول من اللي أنا اديته لكم ادوا جزء منه لإخواتكم المحتاجين. وضرب المثل الحي الأرملة واليتيم اللي هم بيبقوا في شدة الحاجة. فربنا يدينا نعمة إن احنا نقدر ننفذ وصايا الله ونعمل عمل يفرح قلب الله، وكمان نخدم زي ما الله خدمنا وادانا بدينا الكنيسة. الكنيسة فيها الآباء اللي بيرعونا، فيها بناخد جسد المسيح ودمه، بناخد كل الأسرار المقدسة واللي احنا بناخدها واحنا صغيرين واحنا كبار. فمقابل كل العطايا دي لازم ندي للإنسان المحتاج والإنسان التعبان عطية من عطايا الله اللي ادهلنا. فكمان قصة الأرملة، قصة غزالة،
طبيصة اللي هي كانت إنسانة كويسة جدا وبتخدم الناس الغلابة تعمل لهم فلوس، وجات تنيحت. لما تنيحت كل الناس اللي بتخدمهم قعدوا يعيطوا ويصرخوا، وراحوا للقديس بطرس قالوا له شوف شوف كانت بتعمل لنا ايه، وروا له الشغل اللي بتعمله، وبكوا بحرارة. فمن اجل اللجاجة بتاعتهم ومحبتهم ومن اجل خدمة غزالة للناس الفقراء، القديس بطرس بنعمة ربنا تحنن وصلى وعقمها تاني. فإحنا مطلوب زي ما إحنا بناخد بنيجي الكنيسة هنا ناخد جسد المسيح ودمه، وأقعد أقدر أعترف وأتوب، أقدر أخد مسحة المرضى، كل الأسرار اللي إحنا بناخدها من الكنيسة. فمطلوب زي ما إحنا بناخد مجانا، الكنيسة بتدينا مجانا، والله بيدينا مجانا من غير حساب. فإحنا مطلوب مننا كمان إن إحنا نخدم إخواتنا المحتاجين، الرمز بتاعهم الأرملة واليتيم، لأن يعني الأرملة واليتيم ليس لهم أحد يعنهم. فالناس اللي زيهم اللي موجودين في المجتمع، عشان يفرض واحد يقول إيه، طب أنا ما أعرفش أرملة ولا ما أعرفش ناس يتامى عشان أساعدهم، لا، اليتيم والأرملة كل إنسان محتاج. في ناس كتير شكلها حلو خصوصا في المجتمع بتاعنا، في ناس يبقى شكلها حلو ولبسها حلو كلها، ولكن هي تعبانة من جوه، عندها ظروف صعبة، ظروف حياة صعبة. فالإنسان إنسان الله وظيفته أن يعرف مين المحتاج ومين اللي يقدر يساعده. وبكده الكنيسة وشعب المسيح يبقى شعب نامي وواعي، وبنكمل بعضنا البعض. زي ما أنا باخد مجانا من الله أعطي الآخرين مجانا. فربنا يبارك في هذه الخدمة، وربنا يفتح قلوبنا، لأن رسالتنا النهاردة في هذا الموضوع إن احنا نخدم ونعطي المحتاجين زي الأرملة واليتيم ومن مثلهم. فزي ما الله مدينا بناخد جسد المسيح ودمه، بناخد خيرات كتير من الكنيسة، الله بيدينا نعم في حياتنا سواء في البيت أو في الشغل أو في أي حاجة. ولكن في ناس بعيدة عن نعمة ربنا لسبب أو آخر، فوظيفتنا إن احنا نوصل للناس دول نعمة ربنا ونديهم من اللي الله ادهولنا، وبكده الكنيسة بتاعتنا تنمو روحيا، ويبقى في محبة وفي سلام وما فيش نقص، ولكن كلنا بنكمل بعض. ربنا يبارك ويدينا نعمة معينة عشان نقدر نخدم الأرملة واليتيم ومن في أمثالهم، وكده نتمم مشيئة الله على الأرض زي ما هو بيدينا احنا بنديه. وكده يبقى فرحنا وك الله، وكده احنا فرحنا اخواتنا، وبقى المجتمع بتاعنا مجتمع متكامل، مفيش واحد مبسوط وواحد تعبان، ولكن احنا بنجري ورا التعبان عشان نخليه يبقى كويس زينا. وبكده نعمة الله تزداد في شعبه وفي العائلات وفي الأفراد وفي كل حاجة. بركة هذا القداس وبركة الخدمة ونعمة ربنا تكون معانا، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.